تستمر الأشواط والمنافسات شوطين ويتلوه الآخر بهذه التحديات والإثارات على هذا الميدان، ميدان البصير، وينطلق الشوط العاشر للجذاع البكار لأشواط الإنتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وإن هذا الشوط شوط الختام، ختام هذه الفترة، الفترة المسائية، ومن بعدها يسدل الستار على هذه المرحلة، المرحلة الأولى للسن الصغير للمحلي الثالث. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الصدارة والمقدمة مع غزلان لصالح بن محمد بن علي المشروم المري، هو من يتقدم بانطلاق وتحدي غزلان ثاني المراكز. الانطلاق والتحدي من الذيبة، عبيد بن حمد الفريك بالحمر المري هو من يتقدم مع الذيبة على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الانطلاق والتحدي من سحايب هادي بن علي حمد بن علي بن هادي بن حفار المري، بينما المركز الرابع أرى التسلل والانطلاق من قبل هقاوي جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري. هذا الشعار الذي تألق في سن اللقاية في هذا الميدان، ميدان البصير. بينما المركز الخامس الانطلاق والتحدي من الظبية، عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفة بن نقادان المري. ها هي الخمس المراكز الأولى، أتممناه على مسامعكم، وبكم نعود إلى ركب الصدارة، بكم نعود إلى ركب المقدمة، نرى ماذا الذي على الصدارة، ما هي الذي تنطلق لأرى غزلان صالح بن محمد بن مشروم المري هم نتقدم بانطلاق وتحدي غزلان ثاني المراكز. القدوم والدخول من الذيبة عبيد بن حمد بن بريك بالحمر المري يصل هنا العمدة، غادم غادم على ثاني المراكز. أيوه، وينطلق بانطلاق الذيبة، بينما ثالث المراكز أرى القدوم والتحدي والانطلاق من شعار بن نقادان لينطلق مع الظبي علي عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفة بن نقادان المرية. أيضا أرى شعار بن هوبش غادم مع هقاوي جابر بن علي بن هوبش المري، هم يتقدم مع انطلاق وتحدي هقاوي رابع المراكز. هو وصلت مشهورة، وصلت مشهورة، وصل شعار بن حنظل، وصل شعار الإنجازات، شعار مشهور ينطلق مع مشهورة، وأن لم تخن الذاكرة بأن مشهورة هي أخت لمشهورة. ها هي مشهورة تنطلق على المركز الرابع، وتنطلق بمسار جيد بانطلاق ذاتي. خامس المراكز، رحبوا معي بسليل، سليل الانجازات قادمة، علي بن حمد بن علي بن جرح بالمرية قادم على المركز الخامس. نعود وإياكم إلى ركب الصدارة، نعود وإياكم إلى ركب المقدمة، نعود إلى غزلان بن مشروم قادم لينطلق ليقدم لنا هذا الشعار الممتاز وهذا الاسم الرائع. يتقدم يتقدم بانطلاق غزلان، بتحدي غزلان، ينطلق على الصدارة صالح بن محمد بن علي بن مشروم المري. دير بالك دير بالك من شعار بن حمد الله، يتقدم مع مشهورة محمد بن صالح بن حمد الله الطلاب الفهيدة، قادم لينطلق ليتسلل للصدارة وإلى المقدمة، يتسلل مع مشهورة. وها هي مشهورة تتسلل للصدارة وإلى المقدمة، وتنطلق مع محمد بن صالح بن حمد الله الطلاب الفهيدة. ثاني المراكز، الانطلاق من مشهورة وانطلاق من غزلان. نعم، صالح بن محمد بن صالح المشروم البرية، صالح بن محمد بن علي بن مشروم المرية. ثالث المراكز، سليل علي بن حمد بن علي بن جرحم المرية ينطلق مع سليل المبتكر ينطلق. رابع المراكز،
هقاوي لجابر بن علي بن حمد الهوبش المريه، خامس المراكز الانطلاق من هتوف تنطلق مع علي بن محمد المسفر بن محميد المرية، نعود إلى الصدارة، نعود إلى مشهورة، مشهورة بن حمد الله تنطلق إلى الصدارة، تنطلق إلى المقدمة، سليل بن جرحب تسارق الأرض، سلام يا بن جرحب سلام، تنطلق سليل على ثاني المراكز، تراقب انطلاق وتحدي وتحركات مشهورة، مشهورة بن حمد الله، سليل بن جرحب، سليل بن جرحب، والعش الشوط ولع ولع الشوط بدري، ينطلق ينطلق من حمد الله، وايضا على القدوم من قبل بن جرحب مع سليل، سليل بن جرحب مشهورة بن حمد الله، روح يا بن حمد الله روح، بن جرحب قادم واصل بن جرحب، هي مشهورة هاي مشهورة، تسير على مسار مشهور، تسير بمستوى مشهور، تسير بانطلاق مشهور، سليل قادمة سليل قادمة سليل قادمة، بن جرحب بن جرحب بن جرحب، ولكن بن حمد الله صامت صمود الجبال السود، أعصابك باردة يا بن حمد الله أعصابك باردة، سليل قادمة سليل قادمة، بن جرحب قادم، بن جرحب بن حمد الله بن حمد الله بن طلاب بن طلاب، سليل سليل بن جرحب بن جرحب بن جرحب، يا بابا 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 بابا، بن جرحب بن جرحب، سليل سليل مشهورة 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 مشهورة، بن حنظل بن حنظل بن حنظل بن حنظل بن حنظل، يا سلام يا سلام، مشهورة مشهورة تصمد صماد الجبوت، تصمد هنا مشهورة، تصمد تصمد مشهورة، سلام سلام مشهورة سلام، إلى وصلت قامت تلذع تلذع، ولكن سليل 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 سليل، إلى وصلت قامت تلذع تلذع، مخروشة ما بعد وصلت رشيشة، ولا لحق الدبر لا تلطح المزعذر علشان الرشوش، احتمال انها تخلي هل الرش حضل، مشهورة مشهورة سلام بالحنظل، سلام ماذا انت فاعل يا بن حنظل بهذه السلال الممتازة بهذا الركض التلغاي، ثاني المراكز سليل علي بن حمد بن علي بن جرحب المري، تهاني نوال مبروك للاسمين على هذا الفوز والانتصار، ثالث المراكز كان الوصول من تشريف سالم صالح بن سالم أبا الزمات المري، يما رابع المراكز أتى الوصول من خشف راشد بن هادف بن محمد بن محسن بن ديل.